سلمني قلبك، لأن والله والله إن القلب ذا يا إخوان إذا تعبد الله زالت أموره. واحد من أخوياي، والله ما أقول لفلان ولا علان، من أخوياي زمان أول معاي روحات وهجة في فلوس، والله مو ناقصا شيء يا شباب، في سيارة أحلى صحبة أخذي مقلب فيهم، فزعات وروحات وجيات. هذا الشاب يا إخواني معاي دائما، يوم من الأيام من الله عز وجل علينا بالهداية واستقمنا وسلكنا طريق الهداية يا إخوان ومشينا، هو باقي على محله يا إخوان، لأن هذا اصطفى من الله عز وجل. يصطف الله عز وجل الناس للهداية، ترى ما أي واحد يهتدي، ما أي واحد يلتزم، والله يا إخوان اصطفى واختيار من الله عز وجل. هذا الشاب سلك طريق وتفحيط وبزرين وبنات وخراب وحشيش كل شيء، ولا صلاة ولا عبادة، خاطع الصلة بالله عز وجل يا سعاد بدري عليه. هذا الشاب يا إخوان جاني خوي منه قال يا بودة تذكر محمد؟ قلت ايه اذكره، وش فيه؟ سلامات. قال تراه مات، محمد مات. والله العظيم يا اخوان صاعق على قلبي، محمد اللي دائما يسمع بجنبي، محمد اللي يضحك ابو شي ساعة، محمد اللي دائما اقطه ويقطمي، محمد مات كذا. انا حزن صح يا شباب انه مات، لكن وش اللي ابكان يا شباب؟ وش اللي قطع قلبي؟ والله اللي قطع قلبي مو الموت، ولا كلنا ميتين. أدخل ناس إلى الله عاش 63 سنة بس، مات الصحابة مات العلماء، أيموت محمد ولا فلان ولا خالد؟ قلت كيف مات؟ قال تبي الصراحة يا أبو هدى؟ قلت إيه. قال والله فحر عشان فلان، ينظر يمين وينظر يسار لعيونه ومعمن قبله قبل لا ينزل. والله يا اخواني لحظة خشم صورة، قسم بجلال الله طلعوه لحم، والله ان الحديد فوق فوق. انتقم الله، الله يمهل ثم يمهل ثم يمهل ثم يأذل. لا تحسب الله غافل على العصاة، يتركه خله يعصي يعصي يعصي، لكن يعلم ان الله رقيب عليه، ففروا الى الله وننهج من الله. انا ولد حبيب ذا طالع قال اعوذ بالله، تجمع الحادث تاثر، ثم دخل البيت ورقد ونام عادي. قلت محمد مات كذا؟ قال لي محمد لا تحت التراب، والله طالع بقبره لحظه فجاه مات. يا ليت ما ساجد، يا ليت ما تعبد، شاب ثاني ايضا اعرفه من اخوياي. هذا الشاب يا اخوان اتصل علي اخوه، الشاب يا اخوان وسيم وزين واكبر اخوانه، وضبوا فيه حقين مخدرات، شاف الولد زين وسيم وخفيف وزاحف يبي يصير رجال بأقرب الطرق. أي رجولة تبلك، أي رجولة. هذا الشاب يا إخوان سنفس رجال مزحمة، طب الخراب حشيش وحطوه على جوه. طب أمسك أمسك أنت والله شارب، أنت رجل. والله يا إخوان ترى مو كذا بدا، ولا هم قم ضخم الأمور، والله هذا الحاصل شيء سلكناه وعرفناه، شيء جبناه بعيوننا، والله قدام يا شباب. يحشش ويهجمل وزحب زحب، قسم بالله اخر شيء خلوه يتاجرون فيه من عزبه لعزبه، والله والله بلوه واهانوا كرامته. تبي الرجوله الحين؟ يلا فك نفسك الحين. المشكله ما يكذب، يمديه يتوب يمديه يرجع، استمر
يدق علي اخوه والله زرناه يا اخوان قبل زرناه دق علي اخوه اخر الليل الحقنا ابو هدى الحقنا وش فيه قال اخوي الظاهر دخل جني ما ادري ايش فيه تعال اقرا عليه ما يدري احنا مين مجنون اخوي يبكي يا اخوي مخدرات يا اخوان والله تقضي على البيوت رحت يا اخوان ودخلت البيت سلمت على اخوانه برا وحالته وحاله يا الله قلت ادخل ابو ترى بالمجلس وجالس وخايفين اخوانه صاروا يطلعون من ورا الباب دخلت قسم بالله يا اخواني موقف ما انسى الله ما انسى يا اخوان والله حرام شباب صغار والله كان ورده يا شيخ والله كان رجل والله كان فيه ايمان حرام شباب الامه يكسب فيهم كذا يا شباب والله حرام هذا اللي يبغاه اعداء الدين يا اخوان دخلت الولد يا اخوان جالس بالزاويه كذا جالس اقرب منه كنا طفل صغير معقول هذا فلان يا حبيب رجع عندي يا حبيب لا كيف حالك عرفتني اتكلم معاه والله وجهه كان ابيض قسم بالله تقول الكفر اصمت اقرا عليه ولا ما فينا امل طلعت يا اخوان ومشيت اشتغلنا ورحنا ودق كيف اخوك قال ابو هدى اخوي طلع من برا البيت قسم بالله اول ما طلع البيت وين راح؟ راح للضحيه الكبرى راح لامه يقول والله يا ابو هدى قد فكينا امي عنه يبي يضرب امه انت سحرتيني انت اللي سحرتيني وسوسه امي تبكي كان له سقام هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وين وصية الله وين وصية الله وصينا الإنسان بوالديه هذه تفلت علم ما أنت سحرتين مو بعقله ست شهور برا البيت لقوه أبوه تاجر لقوه يشهد عند البنقالية يا إخوان هنود عطوني 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 عشان دخان ذله الله يوم من الايام يجيني اتصال من اخوه ها كيف فلان عسى طيب اخي لقيت العبره قال يا ابو هدى بكره الصناعه اثنان قلت كيف؟ الله يا اخواني عمره 20 سنه قسم بالله العظيم عمره 20 سنه كيف مات؟ قال ماشي بالشارع مو بصاحي مجنون قطع الشارع جت سياره وسته فراغ قلت طيب قمت يا اخوان بعد ما غسلناه شلناه على الاكتاف ورحنا يا اخوان والله بنفسي يا اخوان اقول هذا فلان هذا الولد الوسيم هذا الولد اللي كان ابوه متامل به خير وامه متامله فيه خير والله افكر فيه وعلى يقين ان امه وابوه تاتي على من خربه دفناه حطيناه تحت التراب ومشينا اول ليله في القبر يرجع عقلها الحين يحاسب الان الله اعلم ليت والله العظيم يا شباب بعض